مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في لقاء يومي متجدد على شاشة النيل للأخبار. وهذه الحلقة الجديدة من المشهد. 24 ديسمبر، 22 يوما تفصلنا عن الانتخابات الليبية. هذه الانتخابات التي تجرى في ظل بعض المعوقات والصعوبات اللوجستية. هذه الانتخابات الرئاسية التي قال المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوبيتش، هذا المبعوث المستقيل من وظيفته، أن هذه الانتخابات في حالة عدم إجرائها سوف يؤدي ذلك إلى تدهور الأوضاع في ليبيا وزيادة الانقسامات وزيادة الصراع، في حين يرى البعض أو الكثير من المحللين أن إجراء هذه الانتخابات سوف تؤدي النتائج المسفرة عنه إلى السيناريو الأسوأ في ليبيا، إذ أن فوز طرف على حساب طرف سوف يؤجج الأوضاع في البلاد. للحديث حول هذا الموضوع تدور هذه الحلقة من المشهد، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذه الحلقة الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. مرحبا بحضرتك. أهلا وسهلا. مشاهدينا، اسمحوا لنا تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير عن الأوضاع في ليبيا. دخلت ليبيا المرحلة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، ويبدو أن البلاد مستعدة للخطوة الكبيرة المرتقبة إلى الأمام في انتقالها السياسي الطويل بعد عقد من الفوضى، وذلك بعد حسم موقف المرشحين للانتخابات الرئاسية. وتؤكد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا استعدادها لتنظيم الانتخابات الرئاسية ونشرت القائمة الأولى للمرشحين، وتقوم حاليا بتوزيع بطاقات الناخبين، ما يجعل العملية الانتخابية تبدو طبيعية. لكن عمليا وعلى أرض الواقع تظهر صور وتقارير أن العملية الانتخابية تسير في حقل ألغام لا يمكن فيه التنبؤ بمصير عملية سياسية بدأت قبل عام تقريبا على أساس خارطة طريق تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وفي سياق متصل، أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. وطلبت البعثة الأممية السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني. تزامنا، أفاد تقرير أعده خبراء في الأمم المتحدة أن عدد الانتهاكات المسجلة هذا العام لحظر الأسلحة المفروضة على ليبيا تراجع بالمقارنة مع العام الماضي، لكن استمرار وجود مرتزقة لا يزال يمثل تهديدا خطيرا للوضع في هذا البلد. كان الحوار السياسي بين الفرقاء الليبيين برعاية أممية أفضى إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر ويناير. مشاهدينا، لكم التحية من جديد، ولضيفي في هذه الحلقة من المشهد الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أجدد التحية لحضرتك أستاذ. أهلا بحضرتك. بداية، أغلق باب التقدم أو الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا عن 98 مرشحا أستاذ صلاح، يعني كيف تنظر إلى هذا العدد وهو قابل طبعا للفلترة ويعني النقصان، لكن العدد 98 مرشح لهذه الانتخابات، هل هو دليل على التعددية والتنوع أم أنه دليل على الانقسام والتشرذم؟ هو أكثر دلالة على الانقسام والتشرذم نظرا للأوضاع المتأزمة داخل الأراضي الليبية منذ عقد من الزمان تقريبا، والتوتر الأمني وعدم الاستقرار الذي تشهده الساحة الليبية الآن. فارتفاع عدد المرشحين على هذا النحو أعتقد أنه يعني كان متوقعا نظرا لأن هذه أول انتخابات تجرى بعد فترة التردي في الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية داخل الساحة الليبية. فمسألة أن يصل عدد المرشحين إلى 98 مرشح أعتقد أنه دليل آخر على أنه الاستقرار ما زال بعيدا عن
الساحة الليبية، لأنه انتخابات رئاسية يعني كان ينتظر أن يتم التقدم لها من مرشحين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة على الأكثر، لأنه هذا المنصب يحمل في دلالاته الكثير من المعاني باعتباره هو رأس الدولة القادم. فمسألة أن يكون الاختيار من بين 98 تقدم طعون ضد أكثرهم تقريبا، هناك أيضا يعني الطعون المقدمة سواء على المرشحين الذين تقدموا أو على العملية الانتخابية برمتها، يعني هناك احتمال لاستبعاد أكثر من 25 من هؤلاء، أو المحكمة قضت باستبعاد بعضهم وأعادت البعض الآخر، ومنهم عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي استبعدته يعني دائرة النقد الأولى في محكمة استئناف طرابلس ثم أعادته أمس. أيضا يعني كانت المحكمة استبعدت يعني قائد الجيش الليبي، وهناك احتمال لإعادته مجددا إلى ساحة الانتخابات. أيضا المحكمة استبعدت سيف الإسلام القذافي من هذا المعترك الانتخابي. فيعني المسألة ما زالت يعني تحكمها الكثير من التوترات أكثر منها عوامل استقرار في داخل الساحة الليبية. طب بالحديث عن الأسماء، وحضرتك تطرقت إلى عدد من الأسماء، دعني أبدأ بآخر اسم سيف الإسلام القذافي. هذا الاسم يعني تم استبعاده وتم التقدم بالاستئناف لهذا القرار بالاستبعاد، ولكن حتى الآن لم تنظر المحكمة في طلب الاستئناف لصعوبة اجتماع هيئة المحكمة لوجود حصار للمحكمة ذاتها، وبالتالي تم حتى الآن تأجيل النظر في استئناف طلبه. كيف تنظر إلى هذا؟ يعني فكرة استمرار وجود قوات أو وجود مرتزقة أو وجود عناصر بتحاصر المحكمة حتى تمنع المحكمة من إصدار حكمها سواء بالقبول أو الرفض؟ هو هذا أمر آخر لدلالة على عدم الاستقرار لعلنا شاهدناه عندما قامت جماعة الإخوان الإرهابية بمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، عندما كانوا يعني يرون أن هذا الأمر من شأنه أن يتيح لهم تحقيق أغراضهم. فمثل ما حدث هي نفس السيكولوجية ونفس السياسة تقريبا، أنني عندما أعترض على شأن أحاول أن أوقفه بشتى السبل بعيدا عن الإجراءات القانونية. فمسألة منع المحكمة من أداء دورها بمحاصرة المحكمة أو غير ذلك هو أسلوب يعني تعتاد إليه مثل هذه التنظيمات وهذه الجماعات لعدم إكمال أنها تتوقع القرار الذي ستصدره المحكمة والذي لن يرضيها بطبيعة الأحوال. فمسألة محاصرة المحكمة أعتقد أنه سلوك شائن يلجأ إليه البعض، وهو أيضا دلالة إلى جانب الدلالات التي تحدثنا عنها عن عدم استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا حتى الآن. فمسألة محاصرة المحكمة أعتقد أنه سلوك يعني بدائي للغاية، أنه عدم تمكين المحكمة وهي يعني الملاذ الأخير لإحقاق العدالة وتحقيق العدالة، حتى إذا كنا معترضين أو إذا كان هؤلاء معترضون على طريقة عمل المحكمة، لكن هم يحاولون منع المحكمة من أداء دورها ومنع القضاء من الدخول أو الخروج من المحكمة. فالمسألة أصبحت الآن يعني ضمن الإطار الذي يسير عليه الوضع غير المستقر في ليبيا، فهي دلالة أخرى على عدم استقرار الأوضاع حتى الآن. لكن مجرد إجراء الانتخابات في هذه الأجواء والوصول إلى نتيجة حتى لو كانت النتيجة غير مرضية للبعض في ليبيا، فأعتقد أنه سيكون نجاح للمفوضية الوطنية للانتخابات الليبية أنها ستجري الانتخابات في ظل هذه الأجواء المشحونة. لكن أعتقد أن الأصوب للأشقاء في ليبيا أن يعني يعتزموا أو يصروا على إجراء الانتخابات في موعدها، لأنه هو الخيار الوحيد الذي سيحقق بالفعل الاستقرار بعيدا عن هذه النزاعات المتشرذمة وعدم الاستقرار السياسي والأمن. طب أستاذ صلاح، إذا كنا بنتحدث قبل إجراء الانتخابات وتم هذا الإجراء ضد هيئة المحكمة سواء بترهيب المحكمة أو بالحيلولة دون انعقاد، طب ماذا يتوقع بعد صدور الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات؟ ماذا سيكون الحال إذا فاز طرف؟ بطبيعة الحال سوف يفوز طرف وتخسر أطراف أخرى. ما المتوقع إذا كان هذا يعني رد فعل قبل يعني ليس من المؤكد أن يفوز هذا الشخص أو ذاك وتم إجراء هذا أمام المحكمة؟
ماذا يتوقع بعد إعلان النتائج؟ شوفي، خلينا نعترف بأنه الوضع في ليبيا ما زال متأزم، يعني الوضع السياسي والوضع الأمني وحتى الأوضاع العسكرية ما زال يحكمه الكثير من الاعتبارات بعيدة عن مصالح الإخوة في ليبيا بشكل قاطع. يعني مسألة التداخل والتدخل من بعض القوى الإقليمية التي لا يعنيها استقرار الأوضاع في ليبيا وتعمل على شرزمة هذا الوضع بكافة السبل، فبطبيعة الأشياء وبطبيعة الحال لن يرضى فصيل أو فصائل عن نتائج الانتخابات، وهو متوقع بالفعل. الأمر الذي قد يؤزم الوضع أكثر مما هو متأزم، لكن المسألة الوصول إلى حل سياسي والتوافق بين الأشقاء في ليبيا حتى لو لم يكن هناك يعني اتفاق على وصول هذا المرشح أو ذاك إلى سدة الحكم، أو لأنه ستجرى انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية كما تعلمين، يعني المسألة ليست قاصرة فقط على من يصل إلى سدة الرئاسة في ليبيا، لكن ستشكل البرلمان الليبي الذي سيكون أمامه الكثير من التحديات يعني إنقاذ ليبيا من الأوضاع المتأزمة التي أوصلتها إليه بعض التدخلات الإقليمية والدولية التي لا ترغب في أن يستقر هذا الوطن. فمسألة أنه لن يرضى هذا الطرف عن نتائج الانتخابات هو متوقع بطبيعة الحال، لأنه المسألة الآن هناك 98 مرشحا حتى الآن، أعتقد أنه لن يتم التوافق على 98 حتى لو وصل 60 مرشح في النهاية بعد أن يتم الفصل في كافة الطعون وتصل اللائحة النهائية ويتعلن القائمة النهائية التي سيتم من الانتخاب من خلالها. أعتقد أن الوضع سيكون يعني أمام الليبيين أن خيار وحيد أن يعترفوا بنتائج الانتخابات وأن تتم الانتخابات في أجواء مهيئة للوصول إلى نتائج تفرز مجلس نيابي يحقق دستور للبلاد ورئيس يكون على رأس السلطة يحقق ما يتمناه ويطمح إليه الشعب الليبي بعد فترة معاناة طويلة أعتقد يعني تجاوزت 10 سنوات. فالمحك الآن هو القبول بنتائج هذه الانتخابات وما تفرزه صناديق الاقتراع أيا كانت النتائج وأيا كانت اعتراض البعض أو اختلافهم عليها. فمسألة بطبيعة الحال سيكون هناك اعتراضات، بعض الفصائل لن ترضى، بعض القبائل لن ترضى، خصوصا أن هناك استبعاد لبعض المرشحين الذين يحظون بقبول داخل الشارع الليبي أو لديهم شعبية ما في بعض المناطق، قد يكون لهم في مناطق أخرى ليس لهم ذات الشعبية أو في اعتراض عليهم، لكن المحكمة هي التي أقصت هؤلاء. فمسألة الإقصاء في حد ذاتها هو يعني دليل مشروع على أن المحكمة يعني تلتزم بالمعايير القانونية التي تطبق على الجميع على وجه التساوي حتى الآن. فمسألة قبول الطعن ثم العودة عنه هو إجراء قضائي، يعني هناك مراحل للتقاضي أعتقد أنها مرت بها حتى الآن، وما زال هناك على الرغم من حالة عدم الاستقرار التي نشاهدها ونلمسها جميعا، لكن ما زال هناك خطوات في الطريق السليم. أعتقد أنه يعني سيكون هناك بعض الوقت حتى يتقبل الجميع نتائج الانتخابات. طب استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا يانكوفيتش غدات إغلاق باب التقدم للترشح للانتخابات الرئاسية، لم تصدر أي تصريحات عن السبب في هذه الاستقالة، ولكن في تفسير حضرتك في هذا الوقت وهذا الظرف الدقيق لماذا أقدم على هذه الاستقالة؟ هو استقالة يانكوفيتش يعني مسألة برضو محكومة بتدخلات إقليمية أكتر منها اعتبارات داخلية. يعني المسألة أنه الوضع السياسي متأزم إلى جانب أنه بعض القوانين ما زالت هناك أو القواعد التي تحكم العملية السياسية غير مستقر. أعتقد أن المشهد ليس في أفضل حالته، يعني المشهد في ليبيا ليس في أفضل حالته. فمسألة الاستقالة في هذا التوقيت برضو قرار يجب أن يبحث عن أسبابه وتعلن أسبابه بكل شفافية، لأنه المسألة أعتقد أنه المبعوث الأممي كان عليه دور مهم، فمسألة استقالته يعني يساهم في تأزيم الوضع أكثر. ولكنه مستمر حتى الأي ممارسة عملي، يعني هو مستمر، لكن المسألة لها
مغزى سياسي أكتر منه يعني وضع متأزم على الأرض. فمسألة أن الأمم المتحدة يعني منذ اندلاع الأزمة في ليبيا وهي تحاول أن تبحث عن مخارج، لكن اعتدنا طوال الفترات 50 عاما الماضية أن الأمم المتحدة نادرا ما تنجح في الوصول إلى حلول للأزمات المفتعلة أو الأزمات التي يعني يعيش في ظلها العالم بأسره يعني. فالمسألة لها الكثير من الاعتبارات، والتدخلات الدولية قد تكون أقوى من التدخل الأممي يعني في بعض الأحيان. نعم. فمسألة ولنا في البوسنة والهرسك وصربيا والقضية الفلسطينية التي ما زالت تراوح مكانها دون حل حتى الآن على الرغم من التدخلات الدولية وتدخلات الأمم المتحدة وغيرها الكثير من القضايا، واحتلال العراق على الرغم من صدور قرار من الأمم المتحدة وعدم حل هذه القضية على الرغم من أنه هناك قرار كان ملزم في 2003، ولكن بعض القوى الكبرى التي كانت لديها مصالح فيما حدث يعني فرضت منطق القوة، فما زال يحدث نفس المنهج ونفس الأسلوب يتم تطبيقه حتى في القضية الليبية. القضية سيتم حلها بالتفاوض والتشاور بين أطياف الشعب الليبي ذاته. أعتقد أنه يجب أن تهيئ المناخات الملائمة لإيجاد حلول جذرية لهذا الوضع حتى يتم التعايش فيما بين الأطياف الموجودة على الأراضي الليبية. الأشقاء في ليبيا يجب أن يبحثوا في حلول جدية للخروج من المأزق المفروض عليهم الآن. أعتقد أنه التوافق السياسي أهم من أن يترك لقوى خارجية تتحكم في مساره الداخلي. نعم، اسمح لنا معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد فتحي شريف، الباحث في الشأن الليبي ومدير المركز العربي للدراسات. برحب بحضرتك أستاذ محمد. أهلا بحضرتك يا فندم، وأهلا بضيف حضرتك الكريم. أستاذ محمد، يعني هل بترى الأرض الآن ممهدة في ليبيا لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، أم أن هناك الكثير من العراقيل التي يعني توجد صعوبات لإجراء هذه الانتخابات وعواقب لنتائج هذه الانتخابات؟ طبعا المشهد في ليبيا، المجتمع الدولي يسير في اتجاه ويضغط بكل قوة لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وفي نفس الوقت لم يمهد المجتمع الدولي ولم تمهد حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة لكل المختنقات التي كان من المفترض أن يتم التمهيد لها، وخصوصا في ملف المرتزقة والميليشيات الإرهابية والتجمعات الإرهابية الموجودة في الغرب الليبي والتي تمركزت بشكل كبير جدا في الغرب الليبي وبعض الأطراف في الجنوب الغربي أيضا، بالإضافة إلى الملف الثاني وهو انشغال السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالترويج لبرنامجه الانتخابي. وأعتقد أنه عندما أعلن ترشحه للانتخابات كان هذا متوقع، وكان الأمور كلها تسير في اتجاه أن الذين جاءوا ليمهدوا لإجراء الانتخابات بعد خروج المرتزقة وبعد تفكيك الميليشيات وبعد جمع الأسلحة، وهذا الأمر يستغرق وقتا طويلا، اليوم يتسارعون من أجل أن يكونوا في المشهد في 24 ديسمبر، وبالتالي النتائج ستكون حتما كما نرى، حتى أن القضاء الليبي يعني تم الزج به في المنعطف السياسي الحالي، بالإضافة إلى التباينات الحادثة عندما يتم استبعاد الدبيبة ثم يعود بعد ذلك، عندما يتم استبعاد سيف الإسلام عمر القذافي ثم يعود بعد ذلك حينما، فبالتالي نجد أن المشهد لم يحقق أي النتائج مما كان يسعى إليه المجتمع الدولي ومن التي وضعها المجتمع الدولي في خارطة الطريق. خارطة الطريق للأسف الشديد تم العبث بها من المجتمع الدولي، وأتفق مع ضيف حضرتك الكريم، ومن الأطراف المتداخلة في الشأن الليبي التي تريد أن تستمر هذه الفوضى. وأعتقد أن لجنة 5+5 تواجه عراقيل عديدة جدا في هذا الاتجاه، لأن لجنة 5+5 لم تستطيع حتى اللحظة أن تنفذ أي من الخريطة التي وضعت لخروج الميليشيات وتفكيك الميليشيات المسلحة، وهناك دول تتعاطى مع هذا الملف بشكل إيجابي. وأعتقد أن القاهرة عندما اجتمع
فيها أعضاء لجنة قفز زائد 5 مع مسؤولي من النيجر وتشاد والسودان، وكان هناك يعني تعاطي جيد مع إخراج المرتزقة لتلك الدول الحدودية. كان هذا الأمر أمر إيجابي جدا، لكن في السياق ذاته لم تستطيع لجنة قفز زائد 5 أن تجتمع مع الأطراف المتداخلة بشكل كبير مثل دولة تركيا التي يعني تعتبر السبب الرئيسي فيما يحدث على الأراضي الليبية، وبالإضافة إلى المعرقلين الذين ينتمون إلى هذا التيار منهم خالد المشري وغيره، والذين يصرحون دائما بتصريحات أن الانتخابات لن تقام في حال وجود المشير خليفة حفتر أو سيف الإسلام عمر كذاب تحديدا أو أي من الشخصيات التي لها ثقل داخل الأراضي الليبية والتي تستطيع أن توحد الدولة الليبية وتستطيع أن تقيم المشهد السياسي المتردي بشكل واضح حاليا. وبالتالي جماعة الإخوان الإرهابية لا تريد أن يكون هناك انتخابات ولا تريد أن يكون هناك استقرار في ليبيا، فعندما يضغط المجتمع الدولي لتاريخ هذا الاستحقاق فأعتقد أنه تاريخ فقط حدده المجتمع الدولي ولم يمهد له ولم يعمل له، وبالتالي ستكون هناك صدمات كثيرة جدا إذا تم إجراء الانتخابات في ظل هذا المشهد الفوضوي. طب في ظل وجود عناصر المرتزقة كما ذكرت حضرتك وتقرير خبراء الأمم المتحدة أكد على تراجع الانتهاكات بشأن التسليح بالنسبة لليبيا ووصول السلاح إلى ليبيا، ولكن لم يتحدث التقرير عن أي تقدم بشأن المرتزقة، كيف يمكن إجراء الانتخابات في ظل وجود عناصر المرتزقة في ليبيا وتهديد هذا للناخبين حتى يقدموا على المشاركة الانتخابية؟ يعني أعتقد أن ملف المرتزقة يعني ملف المرتزقة ملف شائك جدا جدا، ما يطرح في الإعلام العربي كله بشأن ملف المرتزقة ليس هو الحقائق الموجودة على الأرض، لأن تركيا عندما أدخلت المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية أدخلتهم بعدد كبير جدا، تعاون البعض منهم مع الجهات الرسمية مثل حكومة الوفاق آنذاك وحكومة فايز السراج التي كانت موجودة عندما دخل تلك الميليشيات وتلك العناصر الإجرامية، بالإضافة إلى أن الميليشيات الخاصة الموجودة والقوات الخاصة الموجودة التي لا تتبع أي جهة دخل عدد كبير جدا جدا من المرتزقة فيها. فبالتالي عندما يكون هناك استبيان للجنة 5+5 من أجل حصر عدد المرتزقة وكيفية إخراجهم هذا الأمر سيكون صعب، بالإضافة إلى أن هناك أمر غاية في الأهمية سوف يظهر في الأيام المقبلة وهو تزوير بطاقات الرقم الوطني في ليبيا والتي تحدث عنها الكثير أن هناك عدد كبير جدا من الذين دخلوا من المرتزقة حصلوا على الأرقام الوطنية، وكانت هذه الأمور يعني واضحة في الفترة السابقة ولكن الإعلام تغافل عنها أيضا. فبالتالي ملف المرتزقة ملف شائك جدا، ملف يحتاج إلى يعني تدخل دولي، ملف يحتاج إلى تكاتف الليبيين أنفسهم، يعني الشعب الليبي عليه أن يتكاتف وأن يكون سندا للجنة 5+5، لجنة 5+5 تعمل في ظروف صعبة جدا، بالإضافة إلى أن التجاذبات الدولية والتعاطيات مع الملف والتهديدات وغيرها التي تقوم بها الجماعات المتطرفة والتي تقوم بها الميليشيات المؤدلجة في الأراضي الليبية، هذا يؤكد على أن المشهد صعب جدا وأن خروج المرتزقة يعني في توقيتات يعني مهمة حتى لو كان بعد الانتخابات بفترة قصيرة هذا الأمر سيستغرق وقتا طويلا، لأن هذه الميليشيات أو المرتزقة تم انصهارها في التجمعات الإرهابية التي يتجاوز عددها أكثر من 44 ميليشيا موجودة في الغرب الليبي، كل ميليشيا لها إيديولوجية ولها توجه وتخدم مصالح ولها ممولين ولها داعمين، فبالتالي الأمر سيكون صعب جدا للغاية وفيما يخص المرتزقة لأن ملف المرتزقة ملف شائك، ولجنة 5+5 لديها معلومات مؤكدة عن بعض العناصر الإجرامية الموجودة في الغرب الليبي، ولكن التنفيذ والضغط على تلك الميليشيات أمر يتطلب تدخل أو أمر يتطلب يعني المجتمع الدولي يجب أن يضغط بشكل كبير جدا في هذا الملف، ويجب أن يضغط ويتدخل ضد تركيا التي لا زالت حتى اللحظة تتحدث عن أنها تواجدها من أجل استقرار ليبيا
رغم انها هي التي احدثت الفوضى التي جاءت بالميليشيات والتي جاءت بالمرتزقه، واردوغان عبث بالامن الليبي منذ 2015 وحتى اليوم. نعم، اشكرك الاستاذ محمد فتحي شريف الباحث في الشان الليبي ومدير المركز العربي للدراسات، اشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. استاذ صلاح، لحضرتك تعقيب على كلام استاذ محمد فتحي؟ لا، اتفق تماما مع يعني معظم ما طرحه، لانه المساله في ليبيا مساله شائكه للغايه، هناك تداخل اقليم وتداخل دولي وانخراط الجماعات الارهابيه داخل المجتمع الليبي على النحو الذي ذكر في تعقيب الاستاذ فتحي. المساله يعني تفوق قدره المجتمع الليبي نفسه على التصدي لمثل هذه الظواهر التي يعني اصبحت يعني جزءا من معيشتهم اليوميه. يعني مساله التداخل في الجماعات الارهابيه التي جاءت اليهم من معظم بقاع، يعني تم زرع هؤلاء كانوا موجودين في سوريا والعراق في بعض الجبهات التي كانت تقاتل، لكن عندما هزم هذا المشروع يعني زج به في الداخل الليبي للقيام بمهمة محددة لخدمة أغراض معينة، إلى جانب يعني قيام هذه الجماعات ب يعني إفاد أو استقطاب عناصر من داخل تونس على الحدود الليبية التونسية وداخل الجزائر، وجلب هؤلاء من بعض الدول الإفريقية الفقيرة التي يعني تدفع بهؤلاء إلى داخل الوضع في ليبيا للقيام بمهام معينة. ويعني عندما انخرط هؤلاء في المجتمع أصبحوا الآن لا يمكن يعني نزعهم بسهوله. فمساله طب فكره يعني حصولهم على يعني اوراق ثبوتيه ورقم قومي للمشاركه نفس في السيناريو نفس السيناريو الذي يعني حدث هنا في عام 2012، اعتقد انه بنفس الكافيه، عندما لعلك تذكرين ان جماعه الاخوان الارهابيه عندما حاولت ان تستقطب بعض العناصر من حماس وغيرها الى ومنحهم بطاقات، اعتقد انه نفس السيناريو الذي يمارس، لكن لدينا جيش قوي هو الذي تصدى لمثل هذه الاعمال الارهابيه. في ليبيا الوضع مختلف تماما، انه هناك جماعات ارهابيه مموله من الخارج، بعض الدول التي لديها مصالح في عدم استقرار الوضع في ليبيا أو تحاول من خلال هذه الجماعات الإرهابية تحقيق مصالح في الدول الإقليم أو الدول المحيطة بالوضع في ليبيا. أعتقد أن السيناريو أكثر يعني أكبر من مجرد التواجد داخل الساحل الليبية بمفردها، لكن أعتقد أنه يعني السيطرة على الوضع قد يكون الآن أفضل من الأعوام التالية له، لكن المسألة هو سيناريو متكرر. فمسألة أن يعطى هؤلاء بطاقات ويحاولون صهرهم داخل المجتمع الليبي وزرعهم وهم ليسوا بليبيين وليس لهم أحقية في المشاركة في العملية السياسية أو حتى التواجد داخل الأراضي الليبية أو على الأراضي الليبية. فالمسألة يعني هناك جماعات ممولة من بعض الدول وبعض المنظمات وبعض أجهزة الاستخبارات التي لديها مصالح في عدم استقرار الوضع في ليبيا. أعتقد أنه يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي، أن يكون هناك موقف واضح، والرئيس السيسي عندما نادى بتجفيف منابع الإرهاب أو الضغط على الدول التي تدعم هذه التنظيمات الإرهابية، أعتقد أن هذه قد تكون الخطوة الأولى لإخراج هؤلاء من داخل المجتمع الليبي. لكن مسألة أن يغض المجتمع الدولي الطرف عما يحدث على الأرض في ليبيا ومحاولة إجراء الانتخابات بالرغم من التحديات التي يعني يواجهها المواطن الليبي والمجتمع الليبي ووجود هذه العناصر الإرهابية التي تمارس الإرهاب وتحاول فرض أفكارها وفرض توجهاتها السياسية بمعزل عن أفكار المجتمع الليبي أو الشعب الليبي، أعتقد أنه المسألة أكبر كثيرا من قدرة حتى الحكومة الليبية على استيعابها أو التعامل معها بمفردها. فأعتقد أنه يجب أن يكون هناك إطار دولي وإطار جامع، سواء تحت مظلة الجامعة العربية أو الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو المنظمات التي يعني لها مصلحة في استقرار الوضع في ليبيا، أو دول الجوار الليبي كما حدث عندما استضافت مصر أطياف الشعب الليبي للقيام بالتفاهم أو إجراء المشاورات التي يعني يحاولون التوصل من خلالها إلى حلول
سياسية وحلول سلمية للأوضاع في ليبيا، وكان على رأس المطالبات من جانب جميع الأطياف التي شاركت في هذه المنتديات وهذه المؤتمرات إخراج هؤلاء من ليبيا. يعني كان المطلب الأول للإخوة الليبيين عندما اجتمعوا على أرض مصر في أكثر من لقاء، أعتقد أنه كان المطلب الأساسي هو إخراج المرتزقة من ليبيا ومنع تمويل أو تسليح هؤلاء. فهي القضية الشائكة والقضية الرئيسية الأولى التي يجب أن تكون على أجندة أي حكومة ليبية في المستقبل سواء أجريت الانتخابات في موعدها. أستاذ صلاح، يعني حضرتك تحدثت عن وجود أجهزة استخبارات وأطراف إقليمية فاعلة في الداخل الليبي. في الوقت ذاته بنجد أن مثلا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بتؤكد التزامها بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقا لخارطة الطريق اللي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي. يعني ما بين جهود أممية لإحراز تقدم في العملية السياسية وجهود من أطراف إقليمية وأطراف عدد من الدول بتعبث في الأمن القومي الليبي، إلى من ستكون الغلبة؟ يعني قوة المجتمع الدولي، هل هي مجرد قوة شكلية أم أن الأطراف الفاعلة بالأمر الواقع على الأرض في ليبيا هي التي تحرك مجريات الأمور؟ لا، هناك الوضع متشابك، يعني هو الوضع ملتبس ومتشابك داخل الساحة الليبية. المشهد الليبي نفسه معقد. المسألة زي ما الأستاذ فتحي يعني تدخل في مداخلته من شوية، إنه المسألة النهاردة هناك أطراف دولية وهناك أطراف محلية، يعني على رأسها جماعة الإخوان الإرهابية وبعض التنظيمات الإرهابية التي من مصلحتها عدم استقرار الأوضاع أيضا. يعني هناك في الداخل الليبي من لا يرغب في إجراء الانتخابات، وهناك تهديدات بأنه سيتم اقتحام المقر الانتخابية وأماكن الاقتراع، وهناك أيضا تهديدات وتلويح بالتهديدات لبعض الجماعات الإرهابية المنضوية في المجتمع الليبي والمنخرطة ضمن التشكيل الليبي، يعني سواء من جماعة الإخوان الإرهابية أو غيرها من التنظيمات الموالية أو المتعاطفة أو الشبيهة أو غيرها. يعني هناك أكثر من 40 أو 44 مكون يعني يمارسون نفس البلطجة السياسية، يمارسون نفس الفعل، ليس لديهم مصلحة في إجراء، لأنه هؤلاء سيختفون إذا ما حدث الاستقرار وأنه يكون سيطرة للدولة الليبية، سيطرة فعلية. هذه التنظيمات بطبيعة الحال ستختفي من المشهد، وهذا ليس من مصلحتهم، هم يتكسبون من وراء هذا الوضع غير المستقر. فعدم الاستقرار يحقق لهم مصالحهم، ويحاولون من خلاله اكتساب أراضي جديدة واكتساب أماكن جديدة واكتساب حتى جماعات يعني يتوهمون انهم سينضمون. طب يعني التزام البعثه الامميه باجراء هذه الانتخابات يكون على اي اساس؟ يعني هنجري الانتخابات ولكن يعني لن تتم تنفيذها بالفعل، وهيتم منع المواطنين من التوجه للادلاء باصواتهم او العبث في صناديق الانتخابات، يعني ايه الدور الحقيقي والتزام الامم المتحده هيكون باي شكل؟ ما هو هنا المساله بالفعل مساله صعبه ومساله فيها تداخل عناصر يعني من كافة يعني سواء المجتمع الدولي أو المجتمع الداخلي في ليبيا أو الدول التي ليس لديها إرادة حقيقية في أن تجرى هذه الانتخابات وغيرها من التنظيمات. فالمشهد بالفعل شائك، يعني المشهد معقد وشائك، ويصعب التكهن بنتائج هذا الوضع في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها الداخل الليبي. فمسألة أنه الأمم المتحدة مصرة على إجراء الانتخابات لأنه ليس هناك وسيلة أخرى أمام المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة تحديدا، هي إصرار على موعد، وهي بالفعل فرضت هذا الموعد دون دراسة كافية ودون يعني مش عايز أقول تفاهم للوضع. الوضع معقد ويزداد تعقدا إذا ما يعني استمر أكثر من ذلك. فأعتقد أن إصرار المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات وهو يعلم تماما والأمم المتحدة تعلم تماما أن الوضع متأزم، هي لا تريد أن يكون أكثر تأزما مما هو عليه. فمسألة أن هي تضغط لإجراء الانتخابات هي من وجهة نظر المجتمع الدولي أن هذه هي الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق الليبي. والمسألة الليبية بالفعل مسألة شائكة، ويجب أن يكون هناك إصرار على أن تكتمل العملية الانتخابية أيا كانت النتائج الفعلية المتحققة من وراء هذه الانتخابات، باعتبار أنه سيكون هناك رأس للدولة الليبية يتم التفاهم من خلاله والتعامل معه.
إلى جانب أنه سيكون هناك برلمان ليبي يمكن التفاهم من خلال هؤلاء باعتبارهم هو الإفراز الحقيقي للشعب الليبي أيا كان الإقبال أو عدم الإقبال على صناديق الاقتراع أو التهديدات أو التلويح بالتهديدات أو غيرها. يعني هناك حوالي 2.5 مليون مشارك ليبي في الانتخابات، أعتقد أنه تم تسلم بطاقات التصويت بالنسبة لهم. أعتقد أن هؤلاء سيكون هذا هو نتيجة الإفراز الطبيعي للشعب الليبي أنه توجه وصوت لرغبته في الاستقرار، فهذا في حد ذاته مؤشر يعطي المجتمع الدولي دلالة حقيقية على رغبة الشعب الليبي في الاستقرار. طب بقي لي أمران، الأمر الأول مسألة تأمين المقار الانتخابية ووصول الناخبين للإدلاء بأصواتهم، والأمر الثاني طبعا الأول أسأل عن مسألة التأمين، من سيقوم بتأمين اللجان ودور البعثة الأممية في ضمان ذلك؟ هي البعثة الأممية لها دور في ضمان ذلك، لكن هناك الجيش الليبي كما تعلمين متواجد في بعض الأماكن وغير متواجد في بعض الأماكن الأخرى، خاصة في طرابلس وغرب طرابلس وغرب ليبيا. أسف، الجيش الليبي متواجد في مناطق الشرق، لكن الجنوب مثلا غير متواجد، هناك يعني شبه خضوع للقبائل والمنظومة القبلية اللي تحكم الأداء في الجنوب. أعتقد أنه المسألة سيكون خضوعها في الجنوب لإرادة القبائل المهيمنة والمسيطرة على هذا الجزء. مسألة غرب ليبيا أيضا محكومة بتواجد، وهي تحت سيطرة بالفعل معظم الجماعات الإرهابية متواجدة في هذا الجزء، لكن في الشرق الليبي المسألة أكثر يعني أقل في مسألة عدم الاستقرار. يعني مسألة لأن الجيش موجود والجيش له الكلمة العليا وله الغلبة، فأعتقد أنه مسألة سيطرة على المراكز في هذا الجزء ستكون أيسر. تأمين الجزء الانتخابي أو مراكز الانتخابات المفوضية الوطنية للانتخابات أعتقد سيكون يعني مهمتها أسهل في هذا الجزء، لكن هناك بالفعل بعض المناطق التي سيكون من الصعوبة السيطرة عليها بالفعل. طب في هذا يأخذني إلى النقطة الأخرى، وهي فكرة نزاهة الانتخابات والشفافية وضمان مصداقية النتائج. أعتقد أن ذلك سيكون رهن بما تعلنه المفوضية العليا، المفوضية الوطنية للانتخابات، هي التي ستعلن ذلك بكل وضوح، وأعتقد أنها ستكون عليها مهمة شاقة بالفعل، لأنه المسألة تجري في ظل أوضاع غير مستقرة. فمسألة أنه المفوضية العليا للانتخابات أو المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية أعتقد سيكون عليها دور مهم للغاية، سواء بدءا من تنظيم العملية الانتخابية، وأعتقد ما نشاهده الآن من وجود طعون على العملية وثم تبحث في المحكمة الاستئناف الليبية وبعد ذلك يتم الإعلان وعدم رضاء هذا الطرف أو ذاك عما تعلنه المحكمة، أعتقد أنه التداخل في الاختصاصات أيضا جزء من الأزمة التي تمر بها الساحة الليبية. فمسألة أنه المفوضية الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة قد لا ترضي البعض، أعتقد أن هذه مسألة فعلا يجب أن ينظر لها بعين الاعتبار زي ما حضرتك تفضلت، ويجب أن يكون هناك حلول بالفعل جذرية لها، لكن لكل حادث حديث. بالتأكيد، وسنتابع مجريات الأحداث في الملف الليبي. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء، شكرا جزيلا الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، غدا بإذن الله قراءة جديدة في مشهد جديد مع فريق عمل جديد. إلى اللقاء.